السلام عليكم متتبعين قناة بنت لالة ناجية. الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نطبقوا الموديل اللي كان طلب مني الاخ. المهم ما عرفتش حيت نقدر نقول سيدة ولا سيد الله اعلم، حيت بعض المرات كتكون السيدة كتدخل من التليفون ديال الزوج ديالها مثلا وتحط لك، وكيكون على حسب الجمال ديالها يعني الاسم اللي محطوط. المهم انا العباية اللي طلبات مني تحطت في الجروب وقال لي من فضلك بغيت هاد الموديل هذا، غادي نحط لكم الطريقه ديالها. عبايه صراحه تستحق تجربه، يعني زوينه صراحه لرمضان ولا من غير رمضان، زوينه مستوره كتجي غزاله انيقه. اذا اخواتي على بركه الله، وطريقه راه ساهله بزاف ماشي حاجه اللي صعيبه. اذا على بركه الله. شحال غادي يحتاجوا ديال الثوب؟ وبالنسبه لنوع القماش كتجي بزاف هي في ثوب الخمارات، هذا راه ثوب الخمارات، سمحوا لي على هذا اللون، هو المهم راه كتشوف بحالي رقيق شي شويه. جي في ثوب ديال الخمارات من الاحسن، من الاحسن يعني، حيت واخا ريحانه كتجي شويه في شكل يعني، الا لا كانت النوع الرقيق ديال النوع الممتاز في الريحانه هو ريحانه تاج. الطول اللي غادي تحتاجوا ديال العبايه، الطول حتى يقيس سنتيم الارض بهذا الشكل، هذا يكون واصل كيقيس الارض. هاد القيمه هادي اللي وجدتوها غادي تضربوها في جوج مرات في اثنان، صافي. هادشي اللي غادي تحتاجوا تكون مضروبه في اثنان، يعني نقدر نقول لكم مثلا 3 متر ولا 3.5، على حسب من الافضل. هاد الطريقه اللي عطيتكم انا علاش باش كتفاداو، حيت كاينه اللي طويله كاينه اللي قصيره، كاين على حسب كل وحده والطول ديالها. المهم هذا هو الطول اللي غادي تحتاجو، يعني هذا هو الطول اللي كتشوفي فيه هاد الحافه ديال القماش، وهذا الطول طويتو على زوج. نشرح لكم على الورق حيت اللون هنايا غامق يقدر ما يبانش لكم. كنطبق الثوب على اثنان، يعني الطول الاول والطول الثاني، يعني هذا هو الطول اللي اختارينا من هنا حتى الاسفل مضروب في اثنان، يعني هو هذا الطول مطوي على زوج بهذا الشكل. هذا كنجي كنعاود نطوي هذا الشكل. واحد النقطه مهمه، الموديل فيه ازرار، فيه ازرار في الامام ماشي الازرار في هادو، هذا النوع هذا طراقات معروفين في العبايات وبالاخص كيكونوا يعني عبايه خليجيه في سعوديه ولا المهم من غير يعني اي سميتو، كيكونوا فيهم هاد الطراقات. نتوما الا ما بغيتوش هادو، هادو فيهم حتى هما نوع مزيان وفيهم اللي ماشي مزيان، فيهم النوع اللي ما كيتفتحش بسهوله، يعني كيكون شويه يعني بحال هكذا، نتوما يعني هذا ما كيتفتحش دغيا، ولكن انا الصراحه ما كنثقش في هادو، يعني تكون غاديه ويقدر يتفتحوا لك. كيبقى لكم اخواتي الاختيار. المهم انا كنتكلم على الموديل كيف ما صحطاني، كيف ما تطلب مني غادي نحطو لكم كيف ما كتشوفوا في الصوره، ما كنزيد عليه ما كنقص منه. المهم هو فيه هادو، كاين اللي كيسميهم طراقات، اللي كيقول لهم تكتكات، المهم كل واحد شنو يسميهم، هما هادو اللي كاين، صافي. يلا اخواتي نبداو على بركه الله. اذا هذا هو الطول طويناه على اثنان. وبالنسبه لواحد القضيه، العبايه هنا غادي تكون فيها خياطه في الظهر، غادي تجي فيها خياطه في الظهر. الا ما بغيتوش فيها الخياطه في الظهر غادي تجيكم ما يكونش كامل فيها العرض. الا طويتوها مثلا بهذا الشكل هذا وخدمتو بالعرض ديال الموديل ديال القماش، يعني العرض هو يكون الطول، ما غاديش تعطيكم يعني من هنا لهنا، ما غاديش تجي طويله، غادي تجيكم قصيره، صافي. انا غنوريكم على ثوب كبير مثلا، هذا هو الحافه ديال القماش بحال اللي شرحت لكم على الثوب صغير، هو هذا يعني الا طويتو، هذا هو الطول راه معروف، هذا هو الطول. الا طويتو على زوج بهذا الشكل هذا وعاودتو طبقتوه مره اخرى هكذا على أربعة، جينا للجهه الثانيه، يعني الثوب كيكون مطوي على أربعة بهذا الشكل. نتمنى ان شاء الله يكون واضح هكذا، يعني بهذه الطريقه هذه. الا كانت الحاشيه عند الحاشيه بهذا الشكل هذا هكذا، راه غادي يكون الثوب كافي. ولكن العبايه فيها ازرار، ما يمكنش انا نجي من هنا ونشقها حيت الازرار جايين منها، خارجين منها. الا كنا نديرو فيها باندا واخا نخدموها من هاد الجهه اللي مسدوده، ولكن الموديل كيف ما مخدوم هو اللي كنهضر عليه، يعني راه غادي تكون فيه خياطه في الظهر. حيت الا بغيتو تخدموه في المثال، انا علاش قلت لكم خياطه في الظهر، حيت غادي تحطوا الثوب بهذا الشكل هذا، غتخليو 6 سنتيم ديال الازرار وتحطوا الثوب بهذه الطريقه هذه، يعني هذا يكون هو الظهر وهذا الجهه ديال الامام، صافي. هنا كنبداو نحطو المقاسات 8 ولا 9 سنتيم ولا يعني 8 سنتيم، وهنا هادي ديال الازرار 6 سنتيم ديال الازرار، صافي. يعني كتكون هكذا، علاش قلت لكم راه يكون فيه خياطه؟ حيت هادي غتكون مفتوحه وهادي مفتوحه، الظهر غادي تجي فيه خياطه، غير باش نكونوا متفقين. الا ما بغيتوش فيه خياطه، هنا الا درتو فيه خياطه راه غادي يجيكم الكم، وهذا كنحسبو لكم من دابا
لكم كافي ما شاء الله. يعني نجيو نحسبه من البداية هكذا، شفتوا معي السنتيم هكذا، هاهي يعني 75 اللي كتكون فيها، يعني الطول كاين. غادي تجيكم العباية طويلة، الكم ديالها غادي يجي مزيان. بالنسبة الى بغيتو يجي الظهر مسدود غادي يطول بهذا الشكل هذا، ولكن الطول ديالكم ما غاديش يجيكم طويل. في المثال غادي تحطوا الثوب بهذا الشكل هذا، هذه 6 سنتيم ديال الامام، وهذه الجهه ديال الخلف غتكون مسدوده. في المثال هكذا راه الطول ديالكم ما غاديش يجيكم كافي، ما غاديش يكون كافي الطول ديالكم انتما. غادي نحط السنتيم هكذا، وهذا نبداو حنايا من هنا كنحسبوا هذه 6، ما كنحسبوهاش، كنبدا من هنايا هكذا. شوفوا معايا الطول اللي غادي يكون عندي هنايا، ما غاديش يكون كامل هانتوما، شفتوا؟ يعني هنا ما كاملش، غادي يجي لكم تقريبا هكذا، يجي قصير. الا لا بغيتوا ديروا فيه باندا هذاك الشيء كيرجع ليكم، نشوفوا نتوما اللي بغيتوا. انا كنتكلم على الموديل بالضبط كيف ما هو. صافي دابا عين الثوب كيفاش غادي تستوى، غادي تستوى بهذا الشكل هذا. الظهر غادي تكون فيه خياطه، يعني غيتستوى الحاشيه عند الحاشيه بهكذا، كيكونوا الحافه 4 ديال القطعات هادو كاملين هكذا. صافي هكذا غادي يكونوا، يعني واحد الجهه كنميلوها هنايا كنخليوها ناقصه، يعني هنا كيكون 6 سنتيم، وهنا الظهر وهذا الامام. يلا دابا نطبقوا على ثوب صغير، يعني بهذا الشكل هذا هكذا. هذا هو الطول اللي بغينا. في المثال 3 متر مثلا، مثلا هذه هي 3 متر، هي هذه 3 متر، وهذا هو متر و50 سنتيم. في المثال هذا هو العرض وهذا هو الطول. نطوي الثوب ديالي بهذا الشكل هكذا، بهذه الطريقه هذه اللي كنشوفوا. الا بغيتوا الثوب يكون كافي، الكم يكون واصل يعني كامل هكذا اخواتي. وغادي نجي لهاد البلاصه هذه ونحسب 6 سنتيم، نحسب 6 ديالي هي هذه مثلا 6 سنتيم هكذا، 6 سنتيم ديال الازرار هي هذه. ونجيب هاد الجهه هذه، هنا هاد الحافه راه كتقطع باش ما تخسرش لكم الخياطه، ونجيب هاد الحاشيه اللي عند هذه هكذا. نحاول هاد القنت هذا اللي غادي نحط نغطي بسنتيم، نفوت بسنتيم، علاش؟ باش يبقى لي سنتيم ديال الخياطه ديال الظهر هكذا، ونحط بهذه الطريقة هذه. صافي يعني على هذا الشكل هذا صافي. نقرب لكم الصورة مزيان باش يكون واضح. هكذا اخواتي غادي نحطوا الموديل ديالنا، ومن بعد وقيل غادي نجيب الورقة بالافضل باش يكون واضح. هنايا كنحط 8 سنتيم ديالي، هنا 8 سنتيم، 8 سنتيم في العنق هنايا، وننزل بثلاثة 3 سنتيم بهذا الشكل هذا. صافي الامام هذا الخلف، والامام ننزل 12 سنتيم، 12 سنتيم اللي غادي ننزل بها بهذه الطريقه هذه. صافي هنايا نجي نحط واحد القيمه بالنسبه للميل ديال الكتف، شحال غادي نميل الكتف. الا بغيتوها مسدوده من الامام راه تبداو من هذه الجهه، ناس حطوا العنق. اما بالنسبه للموديل اللي كنتكلم عليه اللي بعت لي السيد او السيده، المهم هنا 6 سنتيم اللي كاينه هكذا، وكنجي من هنا لهنا كنميل على ما اظن السيد اللي طلب لي، الراجل اللي طلب لي هذا الموديل. عفوا سمحوا لي على الصوت، ضربني شويه البرد، كل فيديو نقولها لكم. هنا كنميل ب 10 سنتيم باش كنميل الكتف، 10 سنتيم باش كنطيح الكتف، 10 باش كنطيح الكتف من هنا لهنا، ونلاقيها مع هذه بهذا الشكل هذا هكذا باش تكون واضحه. هكذا كنميل الكتف ديالي. بالنسبه للكتف فيه 26 سنتيم، هذه كنرجع لكم، ممكن ديروا فيه 26 سنتيم، ممكن ديروا فيه 30 اللي بغيتوا. هنا 26 مزيانه، 26 باش ملي كيتخيط تقريبا غادي تخيط فيها 2 سنتيم، يلا تبقى لكم 24، يعني كيبقى لكم مزيان. صافي 26 سنتيم في الكم، فاس حد الكم هي اللي غتحطوها هنايا، العرض ديال الكم مثلا هكذا
العرض ديالكم هو هذا. صافي. بعد شنو ندير؟ كناخذ نجيب واحد المونيكا، كناخذ من الكتيف حتى البلاصه ديال الهونش الورك، خط الورك هو هذا. غادي نحط هذيك القيمه اللي عندي من الكتيف حتى المكان ديال الهونش الورك هو هذا، ربع الورك زائد 10 سنتيم، الربع ديال الورك نزيد عليه 10 سنتيم، اسفل الموديل 45 سنتيم، 45 سنتيم هكذا، من 45 حتى ل 50 سنتيم في العرض ديال العبايه هكذا. الطول زائد 4 سنتيم اللي غادي نزيدو، يعني الطول كامل زائد 4 سنتيم اللي غتكون الثانيه اولا الطيه بهذه الطريقه هذه. هنا الربع ديال الورك زائد 10 سنتيم. صافي، كناخذ السنتيم بهذا الشكل هذا، نوضح لكم اكثر. يعني هاد التقويره هذه حنا غنديروا 8 سنتيم، 8 زائد 1 سنتيم ديال الخياطه هي 9 سنتيم. صافي اخواتي باش ما نتلفكمش، يعني 9 سنتيم حيت فيها سنتيم ديال الخياطه. صافي، 9 سنتيم هنايا هكذا بهذا الشكل هذا، هكذا تبقى لي 6 سنتيم ديالي هنايا هكذا. هنا 9 يعني سنتيم ديال الخياطه و 8 سنتيم هي اللي تبقى لينا في العنق. صافي باش ما يجيكمش ضيق. هنايا غنزلو ب 12 سنتيم، ممكن تنزلو الا بغيتو اكثر، حيت هي اصلا تكون مفتوحه تحكموا في الازرار اللي بغيتو، ممكن 12 ولا 14 اللي بغيتو. صافي يا اخواتي بهذا الشكل هذا، هذا خط الورك هكذا بهذا الشكل هذا. كناخذوا الدوره ديال الحوض اولا الورك، كيكون السنتيم لاصق بهذا الشكل هذا، يعني السنتيم مضبوط ما يكونش واسع السنتيم. الدوره كامله ديال الحوض، ديال الحوض الدوره كامله شحال ما لقيتو فيها داك الشيء اللي لقيتو كتقسموه على أربعة. الدوره كامله مقسومه على أربعة، الخارج اللي خرج لكم كتحطوه وتزيدوا عليه 10 سنتيم بهذا الشكل هذا. صافي كنوصل هذه النقطه ديال الكم، الكم راه كيجي واسع وكيبقى لكم نتوما الاختيار. كنوصل هذه النقطه اللي عند هذه بهذا الشكل هذا اللي عند الخط ديال الحوض، وكننزل مباشره لاسفل الموديل بهذا الشكل هذا، 40 ولا 45 ولا حتى 50 على حسب نتوما الشكل اللي بغيتو، القياس اللي بغيتو. هذه كتجي هكذا بحال شكل كيمونو، هو اصلا كيمونو يعني الكم خارج منه، حتى علاش كنسميوه كيمونو يعني كمه خارج منه بهذه الطريقه. هذه الجوانب كنطلعوا هنايا ما بين على حسب، يعني غادي نوريكم واحد الطريقه بهذا الشكل هذا. كنحط السنتيم ديالي بهذا الشكل هذا هنايا في هذا القنت هذا هكذا، في هذا ملتقى الرقبه مع الكتف بهذه الطريقه هذه. كنحط الطول كامل زائد 4 سنتيم مثلا ديال حق التشطيبات، وكنبقى ندور بالسنتيم هكذا هكذا ديك القيمه اللي عندي باش الجوانب ما يجيونيش طايحين هكذا. صافي هذا الشكل هذا. ومن بعد نجي نقطعوا الموديل ديالنا. اول حاجه نبدا نقطعها هي غادي نقطع الظهر هو الاول هكذا، الكتف اللي ميناه هكذا، وهنايا نفتح هذه البلاصه هذه بلاصه ديالكم، وندخل من هنايا بهذه الطريقه. عبايه سهله كتجي صراحه كتجي رائعه، علاش؟ لان زوينه للرمادة كتجي مستوره هكذا. نطلع الجوانب اللي كنا نطلعوا فيهم، كنقطعوا هذه البلاصه هذه، مكتوب عندي ما بقاتش انا في التحت. المهم نتمنى الفكره تكون وصلت، وسمحوا لي الا ما طبقتهاش على توب كبير، كاين ماشي ما كاينش، ولكن غادي نفصل به موديلات ان شاء الله تستافدوا منهم هادشي اللي كاين. ولكن نتمنى ان شاء الله راه الفكره الموديل راه باينه نتوما. 6 سنتيم هي هذه 6، هنا في عوض ما ندير 8 غادي ندير 9 سنتيم باش السنتيم يمشي ليا في الخياطه هنايا اللي غيبقى ديال الظهر بهذا الشكل هذا. صافي من بعد شنو غادي ندير؟ كنجي نحيد الظهر هو هذا، غادي نحيد الظهر هو الاول، ونفصل الجهه ديال الامام اللي قلت لكم 12 سنتيم اللي غادي نهبطوا بها 12 سنتيم بهذه الطريقه اخواتي، كتكون العبايه ديالنا واجده. هنا غادي تفصلوا ليها التبطين ديالها، التبطين من هاد الطروفه اللي كيشيطوا لكم هكذا، نحط الثوب على زوج، ونجيب مثلا الظهر هو هذا
بالنسبه للدار غيتفصل عادي، ولكن الامام غادي نوريكم كيفاش تفصلوه. هكذا اخواتي غادي نفصل التبطين ديال الخلف، غيكون من الجهه اللي مسدوده حيت هنا غتكون بلاصه مخيطه. اذا انا نحسب هنايا 8 سنتيم ونحط الموديل ديالي باش يكون عندي التبطين ديال الخلف هكذا. وهنا تقريبا تخليو ما بين 6 سنتيم، ولا هنا شي 10 تقريبا ديال تقريبا شي 10 سنتيم اللي تخليو ديال التبطين، هي تكون دايره. انا هذا الموديل الصغير كيجي شويه صعيب في التطبيق. هكذا هذا التبطين ديال الظهر، وهذا التبطين ديال الظهر غيكون فيه هنا. وبالنسبه للجهه ديال الامام، هنا نقطه مهمه، الجهه ديال الامام نطوي الثوب على زوج بهذه الطريقه، هذه يجي من الاحسن الجهه اللي مفتوحه. نحط الثوب ديالي هكذا، شوفوا معايا هنا كاينه 6 سنتيم، هي هذه صافي، هذه هي 6 سنتيم. غادي نجي من عند 6 وندخل هنايا بواحد سنتيم، من هنا لهنا واحد سنتيم، ونحط التبطين ديالي هكذا. نتمنى يكون واضح، التبطين يكون واصل عند هاد واحد سنتيم ماشي عند 6 هنا هكذا. ونرسم التقويره ديالي بهذا الشكل هذا، صافي بهذه الطريقه. ونقطع العبايه ما فيهاش بزاف ديال الخدمه، سهله في الفصاله وسهله حتى في الخياطه هكذا. صافي نقطع واحد القيمه، وهنا عاود كذلك نزل تقريبا ما بين 10 ولا على حسب هكذا. ارسم نقطع التقويره ديال الامام، التبطين ديال الامام عفوا، وراه كيجي داير انا دابا غير مع الطرفه صغار كيجيو شويه صعب. المهم هادي هاد الطرف هذا كنلصقو التبطين كنخيطوه مع هذا الجهه ديال الدار، وهاد الجهه ديال الامام كنخيطوه من الاولين، من الاولين كيتخيطوا هنا من الكتف، تخيطوه من اللوالة من هنايا، وكنجيو نلصقوهم حتى كنخيطوا الكتف، كنخيطوا الظهر هو الاول في المثال هكذا. خيطنا الظهر في المثال صافي، انا غادي نحط غير طرف على طرف هكذا. في المثال تخيطات هاد البلاصه هادي، خيطنا الظهر هو هذا، تخيط رجع لكم الصوره هكذا، تخيط الظهر مثلا هو هذا، ونجيبو الجهه ديال الامام تخيطوه حتى هي من الكتف بهذا الشكل هذا. يعني تخيط حتى هي من هنا من الكتاف ديالها، تخيطوها من الكتاف. من بعد كنلصقوا ليها هاد التبطين هذا، هكذا التبطين كنكونوا خيطنا حتى هو من جهه الكتاف من هنا ومن هنايا صافي. وكنطبقوه على العبايه، كنخيطوه يعني الكتاف مع الكتاف حتى كيتخيط هذا كيوصل لعند هاد السنتيم هذا. علاش غادي نوصل حتى لهاد السنتيم؟ باش مني كنطوي هاد 6 سنتيم هادي كيخصها تجيني فوق. نرسم واحد الخط باش يكون باين لكم، حيت هاد اللون هذا هكذا، هذا هو التبطين غادي يجي على هاد الواحد سنتيم هذا بهذا الشكل. وهاد 6 سنتيم ملي كنديروا السورجي كنطويوها فوق هاد البلاصه هادي، يعني 6 كتبقى في بلاصتها، يعني نطويها على هاد الخط هذا بهذا الشكل هذا صافي. يعني 6 سنتيم غادي نطويوها هنايا. انا نحاول ندير لكم شي طراساج باش يبان حيت الثوب كحل، هذا الخط هذا نحطوه على 6 سنتيم ديالنا باش كيجينا فوق هاد التبطين هذا. كنظن ما واضحش لان اللون غامق، نشوف شي ورقه هكذا قلنا هي 6 سنتيم هذه مثلا، نرسم الموديل باش ما نطولش عليكم. صافي ها هي 6 سنتيم، هي هذه 6. هنا قلنا كنخليو في عوض ما ندير 8 غادي ندير 9 سنتيم باش نخلي 1 سنتيم ديال الخياطه هنايا، هذا الظهر وهذا الامام صافي. كنزل من هنا لهنا بثلاثة ونلاقي هذا القوس هذا التقويره ديال الامام، من هنا لهنا ب 12 سنتيم بهذا الشكل. نميل الكتف ب 10 سنتيم هكذا، هنا كنديروا 26 سنتيم ديال الفتحه ديالكم بهذا الشكل هذا.
قلنا هنا خط الوراك من الكثيف حتى الخط ديال الوراك، هذا هو خط الوراك هكذا. كنحطوا ربع الوراك زائد 10 سنتيم، الربع ديال الوراك زائد 10 سنتيم. اسفل الموديل كنحطوا 45، من 45 حتى ل 50 اللي بغيتو. وكنرسم هذا القوس، كنجيبو لعند هذا الحوض هذا يعني الوراك، ومن بعد كنجيب لهاد الربعين هذه اولا 45 ولا 50. صافي هنا واضح دابا في الورقه. هنا كنطلعوا في هاد الجوانب هادو، ممكن تطلعوا ب 5 سنتيم الا بغيتو ولا 4 على حسب، اولا ديروا الطريقه اللي وريتكم بالسنتيم، كتبقاو تدوروا تجمعوا النقيطات يعني هكذا، كتحطوا النقيطات ومن بعد كتجمعوهم بالطباشير ولا شي حاجه بهذه الطريقه. هذه هذه هي 6 سنتيم اللي ذكرت لكم، هي هذه 6. من بعد ملي كنقطعوا التقويره ديالنا هكذا ديال الخلف هو الاول، ونقطعوا هذه الجهه ديال الكتف. هنا الجوانب كنطلعوا هنايا في البلاصه، نقطع العبايه ديالي نفسها عاديه بهذه الطريقه. هذه كتجي كيمونو، كتسموها كيمونو يعني كمو خارج منه بحال هذا الشكل هذا. نفصل العبايه ديالي هنا حيت الورقه راه ماشي بحال الموديل، ملي كتطبق على التوب كيكون واضح اكثر. صافي من بعد كنحيد الجهه ديال الظهر، هي هذه حيدها، ونرسم نقطع التقويره ديال الامام اللي هي 12 سنتيم هكذا بهذا الشكل هذا. شنو اللي غيبقى ليا دابا؟ غيبقى ليا التبطين، هو اللي ما كانش باين مزيان في الثوب هكذا، يعني هذا هو الظهر. نحط الجهه ديال الظهر هكذا بهذه الطريقه، هذه نجينا من الجهه اللي مسدوده حيت هنايا غيكون مخيط، غتخيطوه هكذا. اين فوا تفصلوا خيطوه من الظهر، سورجي وعاد خيطوه الا بغيتو. المهم كتقطعوا التقويره ديال الظهر هي هذه هكذا. هنا كتنزلوا من هنا لهنا تقريبا واحد 10 سنتيم، وهنا شي 6 هكذا غير باش يجيكم التبطين هكذا. هاد التبطين ديال الخلف ديال الظهر هو هذا، التبطين ديال الظهر، التبطين ديال الامام، هانتوما يعني 6 سنتيم. انا نعاود نطرسيها هنايا في المثال، هذه هي 6 سنتيم. كنطوي الثوب هكذا باش نفصل التبطين، بهذه الطريقه هذه. التبطين كيفاش غادي نفصلو؟ كنخلي هاد الخط هذا، نقرب لكم الصوره هكذا، كنخلي هاد 6 سنتيم هي هادي، وكنزيد هنا 1 سنتيم بهذا الشكل هذا، ونرسم التقويره ديالي. صافي ان شاء الله يكون واضح. صافي ونقطع، اولا كنجيب هاد الحاشيه هادي يعني هكذا، هاد الحاشيه نجيبها لعند هاد 1 سنتيم هكذا، بهذه الطريقه تكون احسن. ورسمت التقويره ديال الامام بهذا الشكل هذا هنايا، كيف قلت لكم من هنا لهنا تقريبا واحد 10 سنتيم ولا على حسب، المهم باش يجيكم التبطين مزيان هكذا. نقطع هاد البلاصه هادي، علاش زدت داك واحد سنتيم؟ انا نشرحها لكم دابا مزيان حيت على الورقه واضح اكثر، على حسب اللون الغامق الاولاني. هنايا فاش كنجيو نخيطو، كنخيطو التبطين هو الاول، اما كنخيطو التبطين هو الاول ولا كنخيطو الكساف هما الاولين، فاللي بغيتو بجوج بهم غنحتاجوهم يكونوا مغلوقين من هنا، تخيطو من الكتف، وهذا غادي تخيط حتى هو من هنا، يعني هذا مع هذا، وهذه عاد تخيط مع هذه من الاكتفاس من هنا ومن هنا. صافي تكون عندنا التبطين غيكون بهذا الشكل هذا. صافي من بعد اشنو كندير؟ هذا هو الظهر اللي كنكونو خيطنا، الظهر تخيط مثال هو هذا الظهر، هو هذا الظهر، هذه الجهه ديال الامام، هو هذا. سمحوا لي حيت الورق ماشي بحال الثوب كيبقى يهرب. المهم حنا الغرض ديالنا ماشي في الظهر، حيت
سهل هذاك راه باين صافي شرحتو شنو هو. عندي الغرض ديالي بهادي، هادي اللي مهمه. غادي نجي نحط الخياطه، مع الخياطه كنكونوا خيطنا الكتف، كنكونوا خيطنا الكتفات. هاد التبطين كيكون مخيط، ملي كنجيو نحطو كندور على العنق كامل هكذا، الخياطه كيدور هاد التبطين على العنق. الا كنوصلوا هاد البلاصه هادي هكذا، هذا قلت لكم كيوصل عند هاد السنتيم، كنفوت هاد الخط ديال 6 سنتيم كنفوتو كيوصل عند هاد السنتيم هذا، كنطوي عليه. هنا كيكونوا درنا السرجي، طوي عليه هاد البلاصه هادي. ان شاء الله يكون واضح. يعني ملي كنخيطو، باش كنخيطو هاد التبطين هذا كيتخيط من هنا هكذا، باش كيتخيط فهاد البلاصه مثلا خيطنا غنخيطوه من الداخل هكذا، باش كيتخيط كيتقلب هكذا لهاد الجهه، وكنطوي عليه هنا هاد السنتيم هذا، هاد 6 سنتيم، باش ملي كنقلب كتجيني العبايه فينيه من برا. هادي هي 6 سنتيم ديالي، وهي اللي غيكون فيها الازرار، صافي هي اللي كيكون فيها دوك الازرار بهذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله يكون واضح الشرح. سمحوا لي الا ما شرحت لكمش على شي توب كبير، يعني ها هو كيفاش كيكون، كتكون العبايه ديالنا بهذا الشكل. الكم ديالها راه كيكون واسع هكذا، ومني كتلبس راه كتعطي بحال واحد شويه ديال البليو هكذا، شويه ماشي بزاف، يعني هكذا كتجينا العبايه كتجي واسعه شويه. شكرا مره اخرى على المشاهده، ونتمنى الاخ يكون فهم الدرس ان شاء الله. شكرا بزاف، ونتمنى ان شاء الله يكون لبس طالب. حتى نتوما الا عندكم شي فيديو، عفوا، عندكم شي موديل بغيتوه ولا بغيتو الطريقه ديالو ولا اي حاجه، مرحبا على الراس والعين، حطوها لي في الجروب. الاسم ديال الجروب ديال فيسبوك بنت لالا ناجيه، نفس العنوان ديال القناه. شكرا مره اخرى، وما تنسوش هاد القناة ديالكم كتستافدوا منها، ما تنسوهاش بجيم باش تشجعوني نحط لكم كتاب. شكرا مرة أخرى، والسلام عليكم.